وعرفنا انه بعد من يكون الرينولدز نمبر 10 تساوي المعادلات مالت الماس اللي هي ترانسفير بمعادله واحده. الان نجي على الفكس بيد ريكتر. خلينا اول مره ناخذ نظره عامه عن الفكس بيد والفلويدايز بيد حتى نشوف الفرق بيناتهم. هذا هو الفكس بيد ريكتر اللي اخذناه سابقا، اللي قلنا الكاتاليست هنا يكون ثابت، البيد فكس يعني ثابت موجود في الستيبل زون، المنطقة اللي تثبت فيها درجة الحرارة بداخل الريكتر، وتكون البارتيكل غير متحركة إنما ثابتة، ويجي الفلويد يدخل على هاي البارتيكلز، يصير التفاعل على سطح البارتيكلز ويدخل داخل البور وتطلع النواتج. بالنسبة للفلويدايز بيد ريكتر اللي هو موضوع اليوم، هذه البارتيكلز ما تكون ثابتة هنا إنما تكون متحركة، يعني هو الفيد من يجي يريد يدخل للريكتر، يجي الكتاليست يدخل ويا الفيد، يعني يكون الكتاليست مغمور بالفيد. وطبعا ايضا اكو بيضخون ستيم حتى على مود الحراره وايضا على مود يوفرون الضغط. فمن يرتفع الكاتاليست والفيد الى منطقه الستيبل زون بالريكتر يلاقي درجات الحراره العاليه اللي مثل بالكراكنج مال البترول توصل الى اكثر من 500 دقري، يصير التفاعل هنا تخرج المواد الناتجه وتروح الى عمليات السفريشن تنفصل حسب البويمنت بوينت مالتها، بينما يعود الكاتاليست يروح للريجنريشن ويتم حرقه حتى يخلصون من الكوك فورميشن اللي صار على سطحه، ويرجع مره اخرى الى دوره جديده ويا الفيد حتى يدخل مرتبط للمفاعل. فاذا هنا اللي حتلاحظ بين هاي البارتيكلز شو تكون مغموره وين؟ بالفيد. وطبعا اكو اختلافات بين الفكس بيد والفلويدايز بيد ريكتر، هسه راح نتعرف عليها من الناحيه التصميميه مالتها. يعني مثلا انت عندك في الفكس بيد ريكتر تكون البارتيكلز مالت الكاتاليست صغيره بين 50 الى 250 مايكرون، بينما عندك بالفكس بيد ريكتر تكون البارتيكلز كبيره يعني توصل ل 4000 و 5000 مايكرون، يعني هاي البارتيكلز تكون متحركه فتكون اصغر. ايضا الفيلوسيتي طبعا بالفكس بالفلويدايز بيد تكون اقل من ما هي بالفكس بيد، لان يعني بالفكس بيد يجي الفيد الواحده فسرعته اعلى، بينما هنا لان البارتيكلز مالت الكاتاليست تكون موجوده بالفيد فهي مواد صلد، فاكيد لما تحط مواد صلد ويا الليكويد راح تعيق الحركه مالته، لذلك تكون السرعه مالته اقل. بعدين عندنا امر اخر ما يغص الفويد، اي الفجوات اللي موجوده بين البارتيكلز مالت الكاتاليست. لاحظ انت هناك بالفكس بيد ريكتر تكون البارتيكلز متراصه يعني ثابته في مكان واحد، فالفويد مالتها محدود. بينما بالفلويدايز بيد يكون اكو تباعد لان اكو سبيس من الحريه فمجال للحركه لها، فلذلك الفويد بين هاي البارتيكلز تكون اكبر. طبعا بالفلويدايز بيد احنا مثل ما قلنا انه يضخ الفيد والكاتاليست، يعني اكو الكاتاليست الصولد والفيد ايضا يكون هو فلويد اللي يحتوي على غاز وسائل. فالسائل اللي هو مثلا على سبيل المثال خلينا ناخذ الكاتاليتيك كراكنج يونت بالنفط، فمثلا يجي البترول هو يعتبر الماده السائله، والصلب هو اما الغازات المصاحبه او قد ان يضخون ستيم ان لغرض الحراره او الضغط او يعني تسخين الفيد بري هيتنج يسوي له، او مرات بالتفاعلات الهايدرو كراكنج مثلا يكون عندك هيدروجين ايضا يجي كغاز، فهذا الغاز من يدخل بداخل هذا السائل ويا الكاتاليست يصير عباره عن بابل، يعني هي هاي البابل بعدين تتفاعل على سطح الكاتاليست ويصير التفاعل. هاي اهم الفروقات بيناتهم. بعد اكو امر اخر مهم فيما يخص الماس ترانسفير والهيت ترانسفير. احنا اخذنا بفكس بيد ريكتر قلنا اكو اختلاف بين الكونسنتريشن الموجود على سطح الكاتاليست والكونسنتريشن بالبلك فلويد، وكذلك درجه الحراره قلنا اكو اختلاف بين درجه الحراره الموجوده على سطح الكاتاليست ودرجه الحراره بالفلويد. ليش؟ لانه الفلويد يجي يدخل على الكاتاليست، بينما هنا لان الكاتاليست هو مغمور بالفلويد ومشبع به وبعدين يدخل السوى للتفاعل، لهذا ماكو اختلاف بين الكونسنتريشن اللي موجود على سطح الكاتاليست وبالبلك فلويد، ولا اكو اختلاف في درجات الحراره ايضا. فابروكسيمتلي الكونسنتريشن ديفرنس والبريشر ديفرنس ممكن نجليجبل اهمال، بحيث انه انت عندك هنا بالفلويدايز بيد ريكتر ماكو ريزيستنس لانتقال الماس وانتقال الهيت. زين عيني؟ لان هو اصلا الكاتاليست يكون مغمور في داخل الفيد. طبعا الافرج ترانسبورت سووا له معادله، اكو عالمين اللي هم ليفنس بيل وكيني جابوا عده داتا، رسموا الشرويد نمبر ونصلت نمبر مقابل رينولدز نمبر لعده تجارب، فحصلوا على امبريكال كويجن هاي اللي قاعد اشوفها امامك،
اللي تقول الجي دي تساوي جي اتش تساوي جي دي، يعني اللي هو الافريج ترانسبورت مالت دي تساوي مالت الماس، ويساوي لك 1.77 دي بي اللي هو الدايمتر مالت البارتيكل مضروب بالسوبرفيشال ماس فيلوسيتي جي مقسومة على الميو اللي هي الفيسكوسيتي، ومضروبة في هذا الحد اللي هو 1 ماينس الفويدج. الواحد هو اذا نعتبر البيض 100% يعني 1 ناقصا الفويدج الفتحات، اللي يبقى من البيض هو الكاتاليست، يعني كانما هذا هو مضروب في وزن الكاتاليست. هذا طبعا هو رينولدز نمبر بالحقيقه، هو نفس رينولدز نمبر هذا اللي هو عباره عن دي بي الجي هي رو فيو على الميو، بس ضفنا له هذا المقدار. هذه الرينولدز نمبر طبعا هاي المعادله مرفوعه للاس ماينس 0.744، هذه المعادله بها ليميتيشن تشتغل بين اكثر من 30 رينولدز نمبر واصغر من 5000، اللي هو عاده الرينج الحقيقي لعمل الفلويدايز بيد ريكتر. انت تجيك اسئله من هذا النوع، تشوف هاي الاول مره او تريد تصمم، تشوف الرينولدز نمبر تحسب اذا كان اكثر من 30 واقل من 5000 تقدر تطبق هاي المعادله. هاي المعادله بالماس وبالهيت، شلون هناك من اخذنا بالفكس بيد قلنا من يكون الرينولدز نمبر اكثر من 10، فالمعادله اللي تربطهم تربط يعني يكون يساوي الافرج ترانسبورت للهيت وللماس. نفس الحاله بالنسبه هنا، لان احنا عندنا هنا ما في كونسنتريشن ديفرنس ولا تمبرتشر ديفرنس. اذا اريد نشوف الفرق بين الفلويدايز بيد والفكس بيد ريكتر من الناحيه التطبيقيه، شوف الريت مالتهم ياهو الافضل، هل انه الفلويدايز بيد اقل من الفكس بيد او اكثر او مساوي له. فهذا راح يعطيك مثال تطبيقي على هذا الموضوع. يقول estimated the ratio of mass transfer rate per unit volume for fixed bed and fluidized bed reactors at reasonable operating conditions. Suppose these conditions are. هنا هو مطيك يقول لك أريد ال mass transfer per unit volume هنا. ومش مطيك قال لك هذني المختلفات، يعني اللي هي الباركتلز تختلف، الفويد يختلف داخل الرياكترات. الماس فيلوسيتي اللي هي الجي ايضا تختلف، فبعطيك هاي البارامترات تختلف، ما عداها قال لك اعتبرها متساويه. فانت حتى تجري الحل وتحسب الريت بالفلويدايز بيد وبالفكس بيد، هو اول مره قال لك اريده بير يونت فوليوم، احنا اخذنا هذا الار بي يسمينه بير يونت ماس اوف كاتاليست، حتى نحوله الى يونت فوليوم فاكيد نضربه بالرو، يعني الرو هي كتله على الحجم فيصير بير يونت فوليوم. هذا ايضا المقدار اللي هو 1 ماينس الفويدج ايضا تضرب به، لان قلنا هذا يمثل ان البيض ناقص الفتحات يبقى الكاتاليست، فانت لازم تضرب بالماس مع الكاتاليست بالحقيقه، لان هو اللي راح يصير عليه الماس ترانسفير. فهنا هذا حتى نحوله من يونت من فول من 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 بير يونت ماس الى بير يونت فوليوم. بعدين تيجي تعوض مكان هذا الار بي بمقدار كي ام اي ام سي بي ماينس سي اس، هذا اخذناها المعادله السابقه اللي هو الريت يتعوض عنه، الريت بالماس ترانسفير يتعوض عنه بهذا المقدار. هاي الاي ام بالحقيقه ممكن فور سفيريكال بارتيكلز لما يكون كاتاليست على شكل كرات ممكن ان تستخدم هذا القانون اللي هي 6 دي بي على رو بي. هذا طبعا هو البارتيكلز مالت الكاتاليست الدايمتر مالتها الدي بي، وهاي الرو بي اللي هي تمثل لك الدنسيتي مال بارتيكلز اللي اخذناها سابقا واخذنا القانون. فاذا تجيب هذا المقدار تعوض مكان هاي الاي ام بهذه المعادله، احط لك هاي المعادله البسيطه اللي تشوفها الخاص. هسه ايش بقت على هاي المعادله؟ احنا هنا بالحقيقه هذه كي ام نريد نعوض عنها، يعني قلنا هاي دائما احنا نستخدم معادلات حتى نقوم بالتعويض عن الكي ام، لان ما نقدر نحسبها. فوين نروح؟ نروح على معادلتنا السابقه اللي هي هاي اخذناها سابقا، هاي المعادله اللي قاعد اشوفها قبالك هاي. فتيجي تعوض مكان هاي الكي ام، هسه هاي الكي ام ايش راح تساوي لك اذا تجيبها لي جاي؟ هاي الكي ام يعني اذا طلعها من هناك ايش راح تساوي لنا؟ راح تساوي لنا قيمه الجي هاي اللي راح تصعد لي فوق مضروبه في الجي دي اللي هو اي هذا مقسومه على رو، هاي الرو راح تنزل لي جوا على شنو مقسومه بعد على اي ام اي توتال ايضا تنزل لي جوا في هذا المقدار ميو رو دي بس مرفوع للاس ناقص 2 على 3 لان باعتبار صار بالعكس 1 على هذا المقدار في الرفع للناس. فتجيب هاي القيمه تعوضها مكان الكي ام اللي هو هنا بقى شوف عيني هذا الكي ام تيجي تعوض عنه ذيك القيمه اللي طلعناها من المعادله ببساطه تقدرون تسووها تحط بالبسط وبالمقام تحط هاي
فلويد دايز وفلكس فيلد، تحط هاي القيم. طبعا هاي السته راح تروح ويا هاي السته الجوي لغن 2% بسط ومقام، هذا المقدار راح ينزل هو نفسه. الكي ام راح تعوض عن قيمه، مضروب الكونسنتريشن ديفرنس راح يقتصر من فوق من الجوي، الكي ام تعوض عن قيمه. طبعا ايش يبقى قيم الكي ام؟ ايضا تبقى تختصر، يعني مثلا عندك الرو تختصر، الاي ام على اي توتال تختصر، الميو على رو دي للاس ماينس 2 على 3 ايضا راح يختصر، فيبقى من المعادله ذيك السابقه فقط جي دي على جي دي. هسه هاي بسيطه تقدرون انتم تسووها، يعني ما بيها شيء. يعني هو ما منطيني قايل لي البارامترات المتغيره هو فقط الفويدج والدايمتر والجي، اما البقيه اللي يعتبرها ثابته فشي جيني اختصر. يبقى عندك هذا الجي دي للفكس بيد وللفلودايز بيد، عندنا معادلات. هسه اخذنا معادله هاي اللي تشمل مال الفلودايز بيد، هسه اخذناها، وعندنا معادله ثانيه مال الفكس بيد، قلنا لما يكون اكثر من 10 يساوي الماس والهيت، ايضا هاي نعوض ذني مكان هذا من الجي دي، وحده نعوضها بالبسط وحده نعوضها بالمقام مكان هاي الجي دي. نجري عمليات التبسيط عليهم على اعتبار احنا ماخذين قبل انه تتساوي الاسس للاساسات المتساويه، وعندنا عند الضرب تجمع الاسس وغيرها من القوانين هاي البسيطه اللي اخذتوها بالمتوسطه، فتقدرون ترتبوها تطلع لك هاي القيم. بس هاي القيم من طلعت هنا تقدر عندك هذا الفويدج موجود وهذا موجود، لان هو طاني جدول، هذا الجدول الطاني اذا تتذكر هذا، فتعوض بهاي القيم. شوف عيني هاي القيم تجي تعوض بها هنا زين، عوض مكان هذا ومكان الجي ومكان الجي للفلودايز والماس. الناتج راح يكون عندك انه الفلودايز بيد هو الريت مالته اكثر 32 مره من الفكس بيد، يعني باعتبار هذا على واحد هسه، ف 32 مقابله واحد، فاذا 32 مره الريت بالفلودايز بيد هو اكبر من الفكس بيد. فلك ان تتخيل انه هذا ايش قد له كفاءه افشنسي اعلى، من حيث ان يوفر لك الريت السريع، يقصر لك الزمن، الباي برودكت تكون اقل، المنتوج افضل. فلذلك هي هاي الكاتاليتيك كراكنج يونت كانت روح الصناعه النفطيه، وفضلوها عن الفكس بيد اللي كانوا يستخدموه سابقا. طبعا انت هنا اخوان هسه هاي المعادله اللي اخذناها انا ما اريدك تدرخها، يعني مو انت عبالك يجيك سؤال تجي تنزل هاي المعادله مباشره، هاي مو صحيح. ليش؟ لأن هذه النوع من الأسئلة قد يكون متغير، يعني مثلا هسه أنا أضرب لك مثال، يعني واحد يسأل روحه يقول هاي الميو وين راحت؟ مثل هاي الميو، شوفها هاي الميو مرفوعة إلى قوة ماينس 0.44، بينما هنا مرفوعة إلى قوة ماينس 0.407، فإذا ذني ما مستوي ذاك الأسس، إذا احنا على أي أساس اختصرناها؟ الاختصار هنا تم لأن هي قيمتها قليلة وهو ما منقلنا إياها، يعني هو الفرق بال هاي قليل كان، فهو قال ابروكسيمت للتهمله، لكن لو انا اعطيتك الميو بالسؤال فانت بعد ما تقدر، لازم هناك تسوي تعويضات كامله حتى تشوف قيمه الميو ايش قد راح تصير، تدري هاي راح ترفع لي فوق ويا هذه، وبعدين تجي بعدين تجانس الوحدات مالتهم حتى تعرف ايش قد هي. هاي نقطه. نقطه ثانيه، قد انا اعطيك الرو اقول لك تختلف، انت هنا جزوه الرو ما منطيك اياها، انا اقول لك اريد الرو فتحطها هنا، فقصدي انت لا تتبع هذا الاسلوب ان تروح تجيب هذه معادله تحفظها وتحطها، لا، انت شوف السؤال مالتك شي حكمك واشتغل على الكالكوليشن مالتك زين. طبعا هنا يعني مثلا قايل لك هنا، قايل لك انت هناك اعتبرت الكونسنتريشن ديفرنس متساوي وحليت على الماس ترانسفير، زين اذا انا ردت منك هيت ترانسفير قلت لك والتمبرتشر ديفرنس ما في داعي لهذا. هنا بالحقيقه مو كان هذا الار راح تصير، راح تصير ار بي في ماينس دلتا اتش، يعني قلنا احنا عندنا بالهيت ترانسفير بيش نضرب؟ نضربه بماينس دلتا اتش، صح لو خطا؟ زين؟ فاذا انا قلت لك الدلتا اتش متساويه تقدر تحذفها من البسط والمقام تجري نفس الكالكوليشن، طيب قيمها تقعد تعوضها لازم تفهمها. زين؟ هذه الكونسنتريشن ديفرنس هنا تمبرتشر ديفرنس، اذا قلت لك هاي تقدر تحذفها من الطرفين مثل ما حذفت الكونسنتريشن ديفرنس. قد مرات انت تضطر انه ما تطبق هاي الكي ام، انما تطبق المعادله مالت الهيت تجيب الاتش اللي هو هذا اللي تذكرون اخذناه سابقا بالمعادلات. زين عيني هاي القيمه اللي هي احنا اذا تذكرون سويناهم هنا وقلنا انه الاتش في اي ام في اس ماينس تي في تساوي كي ام اي ام في سي بي ماينس في ماينس دلتا اتش. فهذه قد تاخذ انت هاي المعادله، ما تاخذ هاي المعادله وتعوض بها.
عرفت عيني؟ او تاخذ هاي المعادله تضربها بالماينس دلتا اتش اذا انت جتك هاي القيم. قد انه انت ما تجيك هاي القيم فتتفتح على هاي على 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 الاتش في شي حاله. بعد ما في داعي تضرب بالماينس دلتا اتش. فانت تستخدم قد تستخدم قد انا ما اعطي قيمه الدلتا اتش واقول لك الدلتا اتش متغيره. هيك يعني نوع الاسئله تجي بها. فانت لا تروح تدرك معادلات انما اكو طريقه تحل تحل بيها. وايضا تعوض مو كان هاي الاي ام ومو كان هاي الاتش. هناك احنا على الكي ام اخذنا من اخذنا معادلتين من عوضنا الكي ام استخدمنا هاي المعادله. هالمره اذا اريد اعوض بقيمه اتش وين اروح؟ اروح استخدم هاي المعادله وين هي عفوا؟ لا مو هاي المعادله اروح على هاي المعادله اطلع منها قيمه اتش. تعوض ما راح يطلع لي جي دي هناك بالمعادله راح يطلع لي جي اتش. هو نفس الشيء تعوض بنفس المعادله بس القيم هنا راح تختلف. طاوعيني. فاذا هذه يعني انا شنو بالمعنى من هذا التوضيح مالتي؟ يعني انا ما اريدك تدرك هاي المعادله انما انت تجري للتعويضات مالتك وتوصل للنتائج اللي انت تريدها حتى تشوف شنو القيم المطلوبه من عندك القيم المعطاه تختصرها وهكذا. طبعا الناس واحد يقول لي ليش هاي 32% اكثر؟ شنو الفلسفه مالت الموضوع؟ هي مو بس كالكوليشن. فلسفه انه بالفلويدايز بيد ماكو ريزيستنس للماس ترانسفير والهيت ترانسفير. مثل ما قلنا يعني الكاتاليست يكون مغمور بالبلك فلويد. ولهذا السبب ماكو هاي المقاومه تخلي الريت يصير اسرع دام موجوده. بينما هنا بالفكس بيت كانت اكو كونسنتريشن ديفرنس وتمبرتشر ديفرنس، اذا اكو اختلاف اكو مقاومه اكو ريزيستنس للانتقال. لهذا طلعت عندنا شنو؟ لهذا طلعت عندنا اكو اختلاف بالكونسنتريشن ديفرنس والتمبرتشر ديفرنس وعلى اساسها الريت صار اقل بالفلويدايز بيت. فكل 32 مره الريت مالت الفلويدايز بيت يقابله مره واحده بالفكس بيت ريكتر. فهذا هو نوع من الاسئله اللي تجي على الفكس بيت يعني كمقارنه بالفلويدايز بيت ريكتر او تجي كاسئله على المعادلات مالته بشكل عام سواء كانت ماس ولا هيت. ما ادري يعني انا هسه المحاضره واضحه عندكم اخوان؟ اكو واحد بيكم عنده سؤال قبل ما نبدا بالامتحان؟ لا دكتور تمام. يعني هسه المحاضره واضحه مو تمام؟ اخوان هسه ان شاء الله شو اسمه؟ بجيكم الاسئله.